عملية الفارس الشهم 3 أكبر مستشفى ميداني أقيم في غزة في محافظة رفح، أكبر مساعدات إغاثية قدمت على مدار أشهر، أكبر محطة تحلية للمياه، كثير من المساعدات الطبية لجميع المستشفيات الحكومية والمراكز الخاصة، إجلاء أكثر من 1000 جريح من جرح الحرب وأكثر من 1000 مريض من أمراض مرضى السرطان. بمجموع هذه الأشياء تكون هذه العملية هي الأكبر في التاريخ الحديث. المساعدات التي تقدمت فيها الإمارات كانت متنوعة، هناك مساعدات للطفل، طرود للطفل وطرود للمرأة وطرود غذائية وكذلك خيام، كل هذه الأشكال قدمتها بسخاء دولة الإمارات العربية المتحدة. عملية الفارس الشهم كانت كتير إلها دور في وضع الأمل وبث الأمل في روح كتير مرضى، وكان إلها دور كبير في بث الأمل فيا كأنا كمراح. كنت فاقدة الأمل تماماً إنه أرجع أقف وأرجع أمشي على رجلي أو إنه أعيش. الحمد لله يعني إنه هلقيت صار في قدامي طموحات إنه أرجع أمشي وأرجع أقف على رجلي وأركب أطراف صناعية.